مشاهدينا، فقرتنا الأولى هي احتفاء بأبو ظبي للإعلام ومحتواها المتميز. اليوم نحتفل بفريق عمل برنامج برزة رمضانية اللي بثتها إذاعة إمارات أف أم التابعة لشبكة أبو ظبي الإذاعية، واللي فاز بالمركز الأول كأفضل برنامج ثقافي ضمن جائزة العويس للإبداع في دورتها 27. هذه الجائزة تأسست لتشجيع الباحثين الإماراتيين على خدمة قضايا التنمية وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والأدبي والفني أيضا. وفي هذا الشأن يسعدنا أن نرحب بالأستاذ يعقوب الروسي، مدير إدارة المحطات العربية شبكة أبو ظبي الإذاعية ومخرج البرنامج، الأستاذ ثروت مصطفى. أهلا وسهلا بكما، سعيدين بوجودكم معنا. حياكم الله. يعني أول شيء نحن كأبو ظبي للإعلام سعيدين أن إذاعة الإمارات اللي هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الإعلامية الكبيرة، الحمد لله نفتخر فيها ونفتخر أنها تحصل على جوائز جميلة وخصوصا في مثل هذا الشيء. حياك الله أستاذ يعقوب بداية، وشو تقول فيها في كلمة بمشاعر السعادة أكيد تجاه هذه الجائزة؟ الله يبارك فيك أخوي موسى. الله يعافيك. طبعا الإنجاز هذا يعني نهديه طبعا لأبو ظبي الإعلام. نعم. يعني لولا الدعم من إدارة المؤسسة أبو ظبي الإعلام ودعم إدارة الإذاعة. نعم. لنا كبرامج كان لها دور كبير أن نوصل نحن لمنصات التتويج واستلام. نعم. الجوائز. نعم. إذا بنتكلم عن البرنامج، برنامج برزة رمضانية كانت الفكرة، طبعا نحن بثينا البرنامج في رمضان بما أن نحن نحتفل بمرور أو نتجهز للاحتفال بمرور 50 عام لقيام الاتحاد، 50 عام للإنجازات. البرنامج كان يركز على شو كانت الإمارات، على دولة الإمارات، شو كانت الإمارات من الناحية الثقافية، أعتقد ثقافية وحتى كحقائق، يعني حتى كوضع. نحن نعتبر حاليا على مرور 50 سنة كفترة زمنية مش فترة طبعا كبيرة في عمر الدول، بالنسبة لعمر الدول يعني. فالبرنامج كان يعني استضفنا شخصيات كانت قريبة للمغفور له الشيخ زايد، الله يرحمه يا رب، عاشوا الحقبة اللي ما قبل الاتحاد ولا زالوا الله يعطيهم الصحة والعافية موجودين. آمين يا رب. أسردوا لنا أو يعني أعطونا معلومات يمكن نحن يعني ما سمعناها من قبل أمانة. يعني من المعلومات هذه إن إحنا كنا نتوقع إذاعة عفوا مطار أبو ظبي، أول مطار للمبنى اللي عندنا في الإذاعة. صحيح. في المبنى اكتشفنا في طيارة موجودة بالضبط اللي موجودة في خارج الاستوديو. صحيح. لكن تبين لنا أن لا، كان في مطار قبله، هذا مطار رقم 2 يعتبر. نعم. وفي أيضا معلومات يعني أمانة كبيرة كانت كثيرة، والتركيز كان على البرنامج لازم شبابنا الحالي يكون على علم الماضي مثل ما قال الشيخ زايد، اللي ما له أول ما له تالي. أنا بنتقل لأستاذ ثروت، يعني بما أنك أستاذ ثروت أنت مخرج البرنامج، تلاحظ أن الشباب الإماراتي متلهف لمثل هذه المواضيع، يحب يعرف تاريخه، تاريخ الوطن، كيف تأسس هذا الوطن، على ماذا تأسس، شو رأيك؟ بالنسبة للشباب الوطن هنا يعني البرنامج يمكن شوية من البرامج الثقيلة اللي هي يعتبر الدوكيومنت، أو أنت برنامج يعني وثائقي أن يصل إلى يعني منصات التتويج، متوقعناش أن يكون نسبة الاستماع بالنسبة للبرنامج قليلة. هذا كان توقعكم؟ كان توقعنا أنه حيقول لك برنامج فيه قصص وفيه كده. ما كناش متوقعين برغم الاتصالات اللي كانت بتيجي. يعني وقت البرنامج كان ضيق، وبحيث ان كده كان بيجي يعني مكالمات اكتر ان عايزه تشارك. يا سلام. مع الشخصيات اللي كانت موجوده، لان الشخصيات دي كان اسمعوا عنها ما طلعتش على الهواء قبل كده. اخوي موسى، بشكل عام يعني اي برنامج يذكر فيه الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد، صحيح، شيء طبيعي راح تلاقي له متابعين ومهتمين. لا شك. يعني خلينا اقول لك شغله، أنا شاركت في مهرجانات كثيرة خليجية وعربية. معروف يعني إذاعة أبو ظبي ما شاء الله دائما على منصات التتويج. الحمد لله. الحمد لله. وهذه شهادة مجروحة لكن هذا واقع. يعني أي برنامج وثائقي كان أو ثقافي كنا نشارك فيه ويتكلم عن الشيخ زايد الله يرحمه، نكون متأكدين أن البرنامج راح يفوز. السيرة الطيبة للشيخ زايد رحمة الله عليه.
انا كنت في لجان التحكيم دائما مشارك كمحكم. نعم. يعني دائما البرامج اكثرها في لجان التحكيم عشان ضيق الوقت نسمع بدايه البرنامج والنص واخر البرنامج نهايه البرنامج. صحيح. لكن اي برنامج يتكلم عن الشيخ زايد طبعا المحكمين يكون من الدول العربيه، الكل يهتم انه يسمع البرنامج من بدايته لنهايته. ومن صاحب الفكره هذه؟ فكرة البرنامج. طبعا احنا نوجه تحيه لزميلنا حارب السويدي معد ومقدم البرنامج لظروف خاصه وطارئه ما قدر يحضر معنا، نوجه له تحيه. امانه كان عليه العبء الكبير. ان شاء الله الحين يشاهدنا ويتابعنا نوجه له اجمل تحيه. وان شاء الله وان شاء الله يكون ان شاء الله في اللقاءات القادمه. يعني كانت الفكره من حارب. نعم هو معد ومقدم البرنامج وامانه يعني يمكن تعب كثير انه يوفر الضيوف اللي لهم اسمائهم لهم مكانتهم في يعني يمكن هذا الشيء يلفت انتباه المشاهد استاذ ثروت. يوم طلع الراديو وانتشر في العالم الناس استانست عليه وقالت ان هذا شيء جميل للتواصل مع العالم. طلع التلفزيون قال لك ان التلفزيون سيلغي الراديو لكن هذا الشيء ما حصل. طبعا. طلعت السوشيال ميديا وهذه السوشيال ميديا قالوا انها بتلغي التلفزيون والراديو لكن الواقع غير، ما زال العالم متلهف. الراديو في أي مكان تقدر تسمعه، إنما تلفزيون مكان محدد اللي حتشوف فيه تلفزيون. ليش الحين عن طريق التلفون نقدر نتابع التلفزيون؟ حتى عن طريق التلفون تقدر تتابع برضو دلوقتي الراديو. أنت عايز تسمع مش عايز تشوفه أنت ماشي بالسيارة. صحيح في السيارة عايز تسمع. أنت لما بتاخد برنامج والبرنامج يشدك والمستمع يتصل فيك عشان عايز يشارك ده شيء طبيعي بيبين لك ان الاذاعه لسه واخده مكانتها على مستوى العالم، احنا ما بنقولش على مستوى دولة. بالنسبه للمشاركات يعني لفت انتباهي في موضوع المشاركات، هل كانت المشاركات مقتصره بس على شباب الوطن ام ان يعني نحن عندنا ما شاء الله اكثر من 200 جنسيه في دوله الامارات؟ والجميع يوم تقول اسم الشيخ زايد المرحوم الله يرحمه يا رب الجميع يترحم عليه والجميع يعني ينسب له الفضل في قيام هذا الاتحاد العظيم لنعيش نحن ثماره الحين. صحيح. طبيعي تذكر الشيخ زايد رحمة الله عليه مش العرب بس أو المواطنين. صحيح. يعني العالم كله عرف زايد رحمة الله عليه وعرف شو اللي قدمه للإنسان والإنسانية إن كانت داخل الدولة وخارجها. نعم. بس أنا برجع لسؤالك وين مكانت الإذاعة؟ صحيح تفضل. في الخمسينات والستينات كانت حياة الناس بسيطة، كانوا ممكن يمتلكون إذاعة لكن أو راديو بس ما يقدرون يمتلكون تلفزيون، فالناس كانت مركزة على الإذاعة أكثر. بعد التطور هذا تحيز للإذاعة. بعد هذا حقيقة، هاي هذه حقيقة. بعد ظهور التلفزيون اللي فاد الإذاعة الزحمة اللي صارت في الشوارع، زادت السيارات زادت الزحمة فالناس أيضا تلجأ للإذاعة أكثر. صحيح. مع وجود السوشيال ميديا أيضا الإذاعة دخلنا من باب السوشيال ميديا، اليوم تقدر تتابع الإذاعة عن طريق التطبيق. يعني تبين أن السوشيال ميديا ما هي إلا أداة مكملة لوسائل الإعلام المختلفة. طبعاً. أنا عندي تقرير الآن نحب نشوفه نحن ومعاكم مع السادة المشاهدين. نحب نشوف وياكم مشاهدين الكرام لحظة استلام الجائزة، نصير لهذا الفيديو ونرجع لكم، خلكم معنا. محلي إذاعة أبو ظبي برنامج برزة رمضانية. برزة رمضانية. شفنا وياكم مشاهدين الكرام طبعا الأستاذ يعقوب السعدي على منصة التتويج وهو يستلم الجائزة، جائزة العويس في دورتها 27، وهذا شيء نحن نفتخر فيه أيضا لأن مثل ما قلنا أن يعني راديو أبو ظبي لا يتجزأ من هذه المنظومة الكبيرة اللي نعيشها. أنا ودي أسأل على سبب نجاح البرنامج بصفتك أنت مخرج أستاذ ثروت، ولا شك أن كان لك تجارب أيضا في التقديم وفي الإعداد بما انك في الراديو، لان اللي يشتغلون في الراديو عاده. وكان لنا تجربه زمان انا وابو يوسف في برنامج اتعمل في رمضان، كنا بنقدمه من جوه الاستوديو
نظام سيستم الدي جي. استعجل علي ترى، انا كنت بساله سؤال ثاني لكن هو انا بس حبيت حماس. جميل حماس. احنا بنرجع للموضوع، لكن بالنسبه لفكره البرنامج او الاعداد او المذيع، شو هو العنصر او ما هي العناصر اللي تحدد نجاح البرنامج؟ لان البرامج كثيره، في بعض الاحيان الواحد يعد برنامج وما يتخيل انه يصل الى منصه تتويج، ما يصل الى يعني جماهيريه عاليه. شو رايك استاذ ثروت؟ شوف حضرتك، البرنامج اساسا يعني احنا كنا بنبقى قاعدين على اعصابنا لاخر لحظه عشان الضيف اللي هيكون موجود. فدي كانت عامله لنا شويه قلق. كان حتى البرودكشن او التنويح عن الحلقه بالضيف كنا بنتاخر فيها، عمليه الاعلان عن الضيف يعني ممكن كانت بتخلص الساعه 3 4 لما ناخذ الابروف من الدكتور. يا سلام. طيب استاذ يعقوب، يعني شو رايك؟ شوف البرامج الاذاعيه استف البرنامج يلعب دور كبير. استف البرنامج يمكن اليوم اخونا وزميلنا حارب السويدي الله يذكره بالخير، وثروت استاذ ثروت، يمكن نحن جروب ثلاثي يمكن صارنا اكثر من 25 سنه مع بعض. طبعا الاستاذ ثروت هو علمني على عمل الاخراج، جزاك الله خير وجزا الله خير، وهاي شهاده لازم تنقال. يعني تخرجوا شباب مخرجين كثار، صوته اذاعي ما شاء الله، هو يتكلم قاعد يعني تخرجوا مخرجين من التحديد صراحه. نعم. يعني يعطي الف عافيه من سنه 82. نعم ما شاء الله، طلعناه كبير ثروت. ايوه يعني كان شباب صغير. جروب البرنامج، الفكره دائما العمل الاذاعي عمل جماعي. صحيح. وكل عمل يكمل الثاني. اليوم المعد والمخرج ما له بد من الاعداد نفسه، من المتابعه الفنيه ايضا في البرنامج. طبعا نقدر احنا نقيس اليوم، تتكلم عن البرنامج نرجع نقول يعني يتكلم عن الشيخ زايد رحمه الله عليه. نعم. هذا اعتبره ناجح 100% باذن الله. صحيح. وهذه هاي كتجربه خلال سنين. العمل ورد اقول لك، العمل الاذاعي عمل جماعي. طيب يعني شو رايكم بالجديد الان؟ الان يعني ربما بعد كل دوره ودوره تكتمل عندكم الصوره بشكل اوضح بالنسبه للي يحتاجه المشاهد او المستمع الإماراتي أو المقيم على أرض هذه الدولة. برأيكم شو هي البرامج اللي ممكن تستحوذ أكثر يعني وتحقق أكثر نجاح بالنسبة للمستمع الإماراتي استاذ ثروت؟ بالنسبة للبرامج، البرامج اللي هي تكون تلمس عقل المستمع، اللي يشوفها أنها تفيده. نعم. اللي يكون فيها إفادة للمستمع ويقدر أنه يستوعبها. يعني برزة رمضانية قلت لحضرتك ان هو برنامج اتكلم عن انجازات الشيخ زايد، اتكلم حاجات احنا ما كناش سمعناها قبل كده عن الشيخ زايد، كان بيعملها ما كانتش بتطلع، سمعناها في البرنامج. هل ممكن تكون في يعني جزء ثاني من البرنامج بإذن يوسف الله. شو رايك؟ بإذن الله. يعني احنا يمكن على فكرة البرنامج مش اول مرة ينذاع. احنا في نهاية التسعين ايضا كان في برنامج مشابه اسمه صوت من لمس، يعني اكثر ضيوفنا رحمه الله عليهم يعني يمكن توفوا، فايضا هاي تعتبر يمكن الجزء الثاني. فان شاء الله نحن ايضا مستمرين ان شاء الله، احتمال تكون في اجزاء جايه ان شاء الله وشغالين عليها باذن الله. طيب يعني للاسف وصلنا لنهايه الفقره، لكن حابين يكون يعني المجال اوسع في هذا المجال. لكن الاستاذ يعقوب الروسي مدير اداره المحطات العربيه شبكه ابو ظبي الاذاعيه، شكرا جزيلا لك. شكرا. والمخرج الاستاذ ثروت مصطفى، شكرا جزيلا لكم. العفو. شكرا لك دكتور. شكرا. شكرا. مبروك للجميع ومبروك لابو ظبي للاعلام. شكرا. مشاهدينا نتوقف الان مع فاصل قصير ونرجع، فخلكم معنا.